صباح الخير، صباح الحب، صباح الورد والتفاؤل والياسمين وكل حاجة حلوة يا رب على قلوبكم. النهاردة بقى فيديو جامد جدا، هنعمل تنظيف بشرة عميق في البيت بكل مكونات طبيعية، مفيش أي ماسك من بره، كلها حاجات طبيعية موجودة في البيت. هقول لكم ازاي نعمل تنظيف عميق للبشرة في البيت، للعيد، لأي مناسبة، لروتينك الشهري لازم يتعمل كل شهر تنظيف عميق للبشرة. يلا نبدأ ونقول بسم الله، وهقول لكم أول خطوة. أول خطوة ان احنا بنفتح المسام بتاعت بشرتنا. فتح المسام ازاي؟ في طريقة ان انتي بتعرضي بشرتك للبخار، سواء بالجهاز اللي هحط لكم صورته ده، او عن طريق ان انتي طاسه او بتاع ده، سوري، حله او اي حاجه عندك، غويطه في البيت، تحطي فيها ميه سخنه وتحطي فيها ليمون، شرايح ليمون او نعناع او ايا كان، وبعد تقفلي عليها لما تغلي وتحطي وشك كده، تقربي وشك من البخار وتغطي وشك بالفوطه وتقربيها كده علشان البخار يطلع على وشك. الطريقه دي انا ما بفضلش ان انا اعرض بشرتي للبخار دايركت كده، بحس ان هي اللي عندها مسامات واسعه زي كده، هنا هو في المنطقه بتاعت التي زون دي، بحس ان هي بتوسع المسامات على المدى البعيد، بحس ان هي طريقه مش امنه. اللي انا بعمله، اللي انا بجيب نفس الميه السخنه وفيها نعناع، مش عارفة انتوا شايفين ولا لا، اهو يعني انا حاطة دي مية مسخناها وحاطة فيها نعناع، وبجيب فوطة نظيفة تكون مخصصة لبشرتي بس، وبحطها في المية. طبعا المية تكون على قدر ما وشي يستحملها، يعني ما غليش المية ولا الكلام ده، لا هحط الفوطة في المية كده، المية اللي هي بنعناع دي، بصوا كل اللي طلع منها ده نعناع. لو لقيت الميه سخنه هستنى شويه لغايه ما تبرد، تمام، وهعصر الفوطه، وانا بعصرها هعرف اذا كنت هستحمل الميه دي ولا لا. طبعا هيطلع فيها قطع نعناع، ما فيش مشكله. ده هنمسك الفوطه كده ونحطها على وشنا بالطريقه دي، شايفين انا كده بعرض وشي للبخار بطريقة غير مباشرة. وممكن كمان تغسلي وشك بمية سخنة، يعني دافية تستحملها وشك، بس تغسليه كذا مرة. دي طريقة ودي طريقة، ودول الطريقتين اللي انا بفضل، يا اما نغسل وشنا يا اما نعرض وشنا لفوطة سخنة زي دي، مش سخنة قوي زي ما قلنا، سخنة بحيث ان بشرتك تستحمل. وتعملي الطريقة دي مثلا حوالي 5 مرات بالشكل ده. اول ما بحس ان الفوطة ابتدت تبرد بحطها تاني في المية السخنة، بس كده يا بنات. انا فتحت المسام بتاعت بشرتي بالشكل ده. تاني حاجة هنعملها ان احنا هننضف الرؤوس السوداء على قد ما نقدر. هنستخدم الإبرة دي، الجزء بتاع اللي هي المدورة دي، الجزء المدور ده، أنا بستخدمش الإبرة للناحية التانية دي خالص، حتى دايما قفلها كده بالسكوتش بتاعها. قبل ما نستخدمها لازم طبعا نعقمها والكحول، تمام، عقمناها كده بالكحول كويس. هنيجي بقى ونبتدي بقى ان احنا ننضف الرؤوس السوداء او الرؤوس البيضاء، يعني ايا كان. وكده انا طلعت الحاجات اللي
مش عارفة انتوا شايفين ولا لأ، بس الإبرة دي جميلة في كده. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ طبعا الإبرة مش هتطلع لنا كل الرؤوس السوداء الموجودة او البيضة، فاحنا بنعمل ايه؟ بنعمل ماسك بالفحم. انا اتفقت معاكم النهارده ان احنا كل حاجه هنعملها في البيت، فبالتالي دوت فحم برشام كده، فحم اهو بيتجاب من الصيدليه، شريط فيه 10 برشامات. انا بستخدم كل مره 5 برشامات، طحنتهم عملتهم كده بايد الهون او بالشاكوش او ايا كان عندك، المهم ان هما يبقوا مطحونين كده. هنحط عليهم 1/2 معلقة جيلاتين. بصوا الجيلاتين ده كله ب5 جنيه من العطار، طبعا ده بيقعد معايا كتير لان انا باخد بس منه 1/2 معلقة على ال5 برشامات دي، يعني في المرة باخد منه 1/2 معلقة. ناخد كده، بصوا قد ايه، 1/2 معلقة بالشكل ده. هنحط عليه مية سخنة، مش هنكتر لغاية ما يتعجن معايا. حطيت عليه كده 2 معلقة مية سخنة وهنعجنه بالطريقة دي. بعد ما اتأكدنا ان هو خلاص جانس مع بعض، وبصوا هو شكله عامل ازاي كده، هنبتدي بقى نحطه في المنطقة بتاعت التي زون اللي هي بيبقى فيها رؤوس سودا او بيضة على طول. تقدري طبعا تستخدمي الفرشة بتاعت الماسكات. كده حطيناه بقى وهنسيبه لغاية ما ينشف عشان نبتدي نشيله. خلاص كده يا بنات الماسك نشف، هنبتدي ان احنا نشيله. الماسك ده حلو جدا للرؤوس السوداء واي حاجة موجودة في البشرة، خصوصا الجزء بتاع التي زون ده بيطلع. لو انت عندك حبوب، شايفة ان انت عندك حبوب بثور سودة او بيضة في اي منطقة تاني حطي فيها، ولكن هو في الغالب بيبقى على المنطقة بتاعت التي زون دي. نعمل كده، شايفين بيطلع ازاي؟ طبعا زي ما بقول لكم لو ناشف هيبقى الوضع اسهل من كده بكتير وهيتقشر. اروح بقى اغسل وشي واشيل بقيه الماسك واجي لكم اوريكم النتيجه. خلاص كده يا بنات انا غسلت الماسك، قشرته وبعد كده غسلته. بصوا المنطقه دي بقت نظيفه ازاي، دي كلها انا عندي بثور سودا صغننه. بصوا طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل سكراب. السكراب عندك اختيارات كتير جدا، تقدري ان انت تعملي سكراب قهوه، سكراب فراوله، سكراب سكر ناعم. خلي بالكم ما نعملش سكر نستعمله يعني علشان بيبقى خشن. اختاري سكر ناعم، لو ما عندكيش سكر ناعم ما تستخدميش سكر عشان ما تجرحيش بشرتك. فالنهارده انا هعمل لكم سكراب بالشوفان، شوفان مطحون. هنجيب كده الطبق، هنحط فيه 2 معلقة من الشوفان، بالشكل ده. ده شوفان هنعجنها بقى يا اما بحليب دافي يا اما بمية دافية. فانا عندي حليب مدفياه، هعجنه بحليب. حط كده شوية بشوية لحد ما يتعمل معايا كده قوام الماسك كده. انا مش هحتاج تاني. هنخلط المكونات كده كويس مع بعضها، هيبقى بالشكل ده. لو سبناه شوية هيتقل شوية، تمام
يعني تقدري تسيبيه شوية كمان هيتقل. هنجيب بقى الفرشة بتاعت الماسكات دي، نبتدي بقى نحط السكراب على كل وشنا. خلاص كده يا بنات، انا حطيت السكراب على وشي، هسيبه ينشف شويه، بعد كده هوريكم هنفركه ازاي. طبعا انا بعمل معلقتين، عشان انا اي حاجه بعملها لوشي بعملها على رقبتي وبعملها على ايدي، بس طبعا ان شاء الله هعملها بعد التصوير، تمام؟ فكل الخطوات اللي انا بعملها دي هعملها برضو على رقبتي وايدي، فعشان كده انا بعمل معلقتين. لو انت هتعملي وشك بس اعملي معلقه واحده بس من الشوفان المطحون او القهوة المطحونة. شوفوا يعني موضوع السكراب ده فيه بدايل كتير جدا تقدروا تعملوه، اهم حاجة ان يكون طبيعي ويكون مش سكر او ملح خشن، يكون حاجة ناعمة على البشرة عشان ما نجرحش البشرة، ونبقى احنا بدل ما احنا بنصلح البشرة وبنعمل تنظيف عميق ليها او ماسكات طبيعية او كده نبقى بنبوظها. فهستنى كده شوية لغاية ما الماسك ينشف وهجيلك تاني. وخلاص كده يا بنات الماسك البتاع ده السكراب نشف، هبتدي بقى ان احنا نفركه. انا بحب اسيبه ينشف، بحط ايدي كده بنديها في المية، المية طبعا تكون دافية يبقى احسن، وابتدي ان انا برفقة كده، وابتدي ان انا برفقة كده هبتدي افرك، ينزل بقى بلاوي. الصنفرة بتاعت الشوفان من الحاجات الجميلة جدا، اللي جميلة جدا للبشرة وبتفتح وتحفة جدا بصراحة. وزي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا الصنفرة اللي انتوا عايزينها، اهم حاجة ان احنا نبقى بالراحة جدا واحنا بنتعامل مع بشرتنا. افرك كده كل الماسك وهروح اغسله واجيلكوا تاني. وخلاص يا بنات كده غسلت السكراب، بصوا بقى بشرتي بقت عاملة ازاي، ابتدى يبان اهو النظافة بقى وايه، ومش عايزة اقولكم ان هو عاملة ازاي. انا فرقته بالراحة زي ما انا قلتلكم، هنتعامل مع بشرتنا بالراحة جدا. بصوا نعومة وحاسة كده ان بشرتي بقت تتنفس. نعمل ايه بعد كده؟ نعمل ماسك تحفة جدا، ماسك تفتيح. ماسك التفتيح ده انا بستخدمه يوميا، حرفيا يوميا، تحفة جدا مفهوش اي اضرار ولا اي حاجة، حلو جدا. هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. هنجيب حاجة هنحط فيها، هنستخدم دقيق رز. طبعا انتوا عارفين الرز فايدته كبيرة جدا للبشرة، تحفة تحفة يعني. انا بجيب دقيق الرز جاهز، يستحسن ان احنا نجيبه جاهز عشان يبقى ناعم، لان لما بنطحن الرز في البيت ما بيبقاش بالنعومة دي. بصوا عامل ازاي، حلو جدا جدا يا بنات. هناخد كده معلقتين من دقيق الرز، وزي ما قلت لكم انا بعمل معلقتين عشان انا اللي بستخدمه في وشي بستخدمه على ايدي وعلى رقبتي. كده معلقه تاني اهو، وكمان عندنا نشا، هناخد معلقه كده ممسوحه نشا اهو. هنحط بقى على الخليط ده صغير، يعني بصوا دي ليمونه صغيره هنحطها عليه. لو انتوا بشرتكم حساسة، انا بشرتي حساسة بس ما بتتحسسش من الليمون يعني بصراحة، فدي حسب تجربة كل واحدة. لو انت جربتي قبل كده الليمون ولقيتيه ان هو بيعمل لك تحسس في بشرتك فبلاش منه. نعصر كده الليمونة، الليمون ما فيهاش مية. لو انت لقيتي الليمون بيعمل لك تحسس وانت عارفة خلاص ما تستعملهوش، بدلي الليمون بمية ورد. مهم جدا ان احنا ننزل الحاجات بتاعت الليمون دي لانها بتفتح جدا.
تمام يا بنات، الماسك ده تحفة جدا. لو لقيتي بشرتك بتتحسس من الليمون زي ما قلتلك، حطي بداله معلقة من مية الورد. هنعجن بقى الماسك ده بلبن، او انا ما عنديش لبن بودرة، لكن انا لما بعمل الماسك ده بحط كمان عليه لبن بودرة. هنعمل بقى، هنعجنه كويس كده عشان نعرف نحطه على بشرتنا. شوف قوامه عامل ازاي. هبتدي بقى احطه على بشرتي بالفرشة. طبعا بين الخطوة والتانية احنا بنغسل وشنا بمية دافية عشان المسام تفضل مفتوحة، تمام؟ عشان نحط مية ساقعة خالص. يبقى ان انا احط كده الماسك، خلاص كده يا بنات انا حطيت ماسك التفتيح. هسيبه بقى لحد ما ينشف، وبرده هنفركه نفس الحكايه، بس هيتفرك بقى زي ما قلت لكم برفق كده عشان بشرتنا ما تتجرحش. فهسيبه كده ينشف وبعد كده هرجع لكم تاني. خلاص كده يا بنات الماسك نشف، هبتدي بقى ان انا افركه. انا بخلوش ينشف قوي عشان ما يبقاش صعب على بشرتي. زي ما انتم شايفين كده، بصوا، هبتدي ان انا افرك كده بالراحة خالص لفوق. دايما نبقى حذرين واحنا بنتعامل مع بشرتنا بحيث ان احنا ما نبهدلهاش ونتسبب في ان يبقى فيه تجاعيد. فرقته كده يا بنات، هروح اغسله واجيلكوا تاني. خلاص كده يا بنات غسلت وشي، شايفين بقى وشي عامل ازاي؟ يا رب يكون باين في الكاميرا. نضارة وتفتيح، وبصوا تفتيح فوري بجد، يا رب يكون باين في الكاميرا. ونعومة بقى وتنفس، ومش عايزة اقول لكم، حاسة بنظافة كده في وشي تحفة قوي. هنعمل بقى ماسك تاني، وده اخر ماسك بنعمله عشان يعني ايه نختم بقى، يتبقى ختامها مسك كده، حاجه كده ترطب لنا بشرتنا بعد اللي احنا عملناه. هنعمل ماسك الزبادي والعسل. عندي هنا زبادي اهي، هجيب بس حاجه احط فيها، ممكن اعمل هنا في علبه الزبادي دي اهي. دي زبادي من الثلاجه، يعني ضروري ان هي تكون ساقعه شوية، لان ده زي ما بقول لكم اخر ماسك احنا بنعمل. ادي الزبادي، هنحط بقى عليها شوية عسل. اولا نحط عليها ربع معلقة كركم، ربع، بصوا شعراية كده، شعراية عشان ما يعملش لون في بشرتنا. حطيت كده شعراية كركم، وهحط كده عليه عسل، حط كده شوية عسل اهو. حطيت عسل وحطيت ربع معلقة الكركم اللي قلتلكم عليها. هنقلب بقى كويس جدا جدا، وبعد كده هنحطه على بشرتنا. اللي يتفضل بقى كلوه. طبعا الكركم مفيد جدا، والعسل والزبادي كلها حاجات مفيدة جدا، فلو اتفضل منكم كلوه. اهم حاجة ان احنا ايه نبقاش حاطين ايدينا فيه ولا حاجة، عايزين تاكلوه كلوه قبل يعني كده. بصوا لو لقيتوا كمية كبيرة كلوها، حلو جدا جدا، كل حاجة فيه مفيدة. كفاية كده يا بنت بقى، بطل تفاصيل. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الماسك كده.
هنحاول ان احنا كده ايه ننعمه اكتر بالفرشة عشان المكونات كمان كلها تتجانس جوه بعضها. شفتوا كل حاجة طبيعية، يعني بناكل من الماسك اهو. اهو بقى هنبتدي نحط كده على وشنا، ده بقى زي ما بقول لكم كده ختامها مسك على البشرة. هسيبه بقى حوالي كده ربع ساعة على بشرتي، بعد كده هجيلكم تاني. خلاص يا بنات كده فات حوالي ربع ساعة، اروح بقى اغسل وشي واجيلكم. خلاص كده يا بنات بقى غسلت وشي، بصوا بقى وشي عامل ازاي. فاضل بقى اخر خطوة او الخطوة اللي قبل الاخيرة، ودي اهم خطوة بقى بعد كل اللي احنا عملناه ده، لازم تونر عشان نقفل المسامات بتاعه وشنا. انا بالنسبه لي بفضل تونر لبان الذكر او تلجة، بس انا بحب ان بعد تنظيف العميق يبقى تلجة. التلجة دي يا اما عباره عن تلجة ميه عادي، يا اما تلجة لبان ذكر، يا اما ميه ورد، ايا كان. المهم ان هي ان احنا نستخدمها جوه حاجه قطن، ما عندكيش حاجة قطن، انا بستخدمها جوه وايبس. نحط التلجة كده جوه الوايبس، الوايبس ده بمية الورد، فبيدي كمان ريحة حلوة جدا لبشرتي. طبعا يفضل ان احنا منحطش التلجة على بشرتنا على طول دايركت كده، لازم نحطها زي ما قلتلكم في حاجة قطن او زي كده وايبس. شايفين احنا كده بنعمل ايه؟ بنقفل المسام بعد كل اللي احنا عملناه، وده خطوة مهمة جدا جدا جدا. نمشي كده التلجة نفس الحكاية بالراحة جدا تحت عينينا بقى وفوق عينينا. وبصوا التلج من الحاجات الحلوة جدا، ونركز اكتر على منطقة التيزون اللي هي اصلا فيها مسامات. بس كده يا بنات ناخد وقتنا كويس جدا واحنا بنعمل بالتلج عشان نقفل المسامات بتاعتنا. هنشف بقى وشي وكده يا بنات. خلاص عملت وشي بالتلج زي ما انتوا شفتوا، وخدت وقتي جدا علشان البسمات دي تتقفل، وبشرتي بقى مش عايزه اقول لكم بقت عامله ازاي، تحفه. فاضل بقى اخر خطوه عندنا بعد ما نعمل بالتونر، لازم لازم نعمل بقى الروتين بتاعنا اللي هو لازم مرطب. يعني اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، لازم بعد كل اللي احنا عملناه ده لازم مرطب. استعملي المرطب بتاعك اللي انت بتستعمليه على طول، انا بستخدم مرطب لاروش، بحط كده منه. مينفعش نسيب بشرتنا كده ابدا يا بنات، لازم نرطبها بعد كل اللي احنا عملناه ده. ولو في طبعا بعد كده روتين بقى العادي بتاعك، اول حاجه كده المرطب، بعد كده بقى عندك سيرم بتحطيه ايا كان، كريم عين. المهم ان احنا ما نسيبش بشرتنا كده من غير ترطيب. طبعا انا وانا بنشف بشرتي بعد التلج ما نشفتهاش قوي، خليتها كده منديه، لان انا هحط مرطب، فالمرطب من الحاجات زي ما قلت لكم قبل كده هو الكريم او الهيرولونيك، اي حاجه فيها هيرولونيك بيبقى محتاج ان البشره تكون منديه، ما تبقاش ناشفه على الاخر. وكده يا بنات انا خلاص حطيت المرطب كده في وشي، هحط بقى المرطب بتاع الشفايف. وكده خلاص يا بنات خلصنا تنظيف البشرة العميق الرهيب في البيت
بمكونات طبيعية كلها من جوه البيت، وليها بدائل كتير تقدري انت تستخدمي وتعملي ماسكات كتيرة. في افكار كتير جدا الماسكات حسب الموجود عندك متوفر في مطبخك وفي تلاجتك. والسكراب طبعا زي ما انا قلت لكم ليه بدائل كتير، قهوة، شوفان، سكر ناعم، حاجات كتيرة جدا تقدري ان انت تستخدميه. المهم ان احنا نعمل تنظيف البشرة على الاقل مرة واحدة في الشهر، بحيث ان بشرتنا نطلع كل حاجة فيها. بشرتنا دايما بتبقى مجهدة، وخروج وبننزل في الشمس ده كله بيخلي جواها أتربة وحاجات بتبقى جواها، لازم تتنظف عشان تبقى بتتنفس. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك الحلو بتاعكم، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة انزلي تشتركي في القناة وتتابعيني عشان تشوفي كل فيديوهاتي. وعايزين نعمل سلسلة كده حلوة الفترة دي عن العناية بالبشرة والماسكات، وهعمل لكم حاجات حلوة جدا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. فتابعوني واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد بكرة بإذن الله.